الحارس ابراهيم لطف الله محاوله لمصلحه العنابي، مين ممكن ان يتقدم؟ كره ملعوبه داخل منطقه الجزيره سيوه يرتقي يرتقي امام الكل ويضرب ليسجل اول الاهداف بطريقه في غايه الروعه. على على يعلو 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 ويضرب كره في شباك لطف الله ويسجل اول الاهداف لمصلحه العنابي بكره من ركنيه ملعوبه باقدام محمد وعد على راس احمد علاء. جميله جدا، حلوه جدا، رائعه جدا. هذه 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 اوه الله 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 عيني.